أنا قلبي مو مرتاح أبداً عمران، يا ريت لو أخذنا رأي أكثر من أخصائية. طمني بهالخصوص ديما، ياسمين خانم واحدة من أهم المعالجين النفسيين بالبلد، ريحي بالك. أنا عم دور على طريقة لأشرح فيها لمراد أنه أنت أمه الحقيقية واللي شفتيها معالجة نفسية. عن جد عم تحكي؟ رح تقول لمراد أنه أنا أمه الحقيقية؟ إيه عمران، ما عم صدق، أنا كتير مبسوطة، شكراً كتير. شو كنت متوقع يا محمود؟ انت اقترحت تروح رفيف على الشركة، ليش مزعوج؟ خلصنا بقى. انا مالي مزعوج فيصل، انا شايف بعيون رفيف قديش هي هلأ بتكره العمران، هي كل همها ابنها وبس، لهيك كانت مبسوطة. بس بتعرف شو حلال عليه لعمران؟ ضل جد؟ هلأ هذا اللي طلع معك؟ ايه طبعا، على القليلة هو ما لعب من تحت لتحت ابدا، يعني مبين ما بده مشاكل. بيكون خايف مني. أنا مو مصدق برودة الأعصاب اللي صاير عندك يا زلمة. إيه يعني، وليش لأ فيصل؟ رفيف بتكرهه. إيه كتير منيح، بالأول بتروح لتشوف ابنها، بعدين ممكن يرجعوا يتقربوا من بعض. لكن سكوت فيصل بقى، سكوت. بالأول هني رح يحكوا مع مراد وبعدين رح يبعتوا وراكي. كتير منيح، عادي انتظرت كل هالسنين، بستنى كمان كم دقيقة. المهم إنه مراد يكون مرتاح ويقدر يستوعب اللي عم بيصير. الوضع مو سهل بنوب مريم. بعرف هالشي رفيف، بس اصبري، كل شي رح يكون منيح وإن شاء الله بصير اللي بدك إياه. من تمك لبواب السما. أصلاً أنا كل هالوقت كنت عايشة على هالأمل، ولولا ما كنت قدرت أوصل لهالمرحلة. ما عندي شي بالدنيا أغلى من مراد. مراد تعال شوي. ماما انت اكيد بتعرف قديش انا بحبك، ما هيك؟ بعرف. انا لازم اقول لك شيء مهم كتير. ماما انا شو عملت؟ انا اليوم ما تجاءت ولا زعلت انجي كمان، ما عملت شيء. تعرف إنه في كتير أولاد عندهم أمين مو واحدة؟ تنتين؟ كيف يعني أمي؟ إنجي كمان عندها أمين؟ لا، إنجي عندها أم واحدة. أنت وإنجي أنا ربيتكن، بس مو أنا اللي جبتك على الدنيا، مشان هيك أنت عندك أمين اتنين، بس أنا ربيتك وحبيتك أكتر من روحي يا مراد. طيب يعني انت مو امي؟ طيب مين امي؟ امي وينها؟ هذا شيء طبيعي. كمان في وحدة بتحبك كتير وهي جابتك على الدنيا. مين؟ تتذكر الست اللي رحنا عبيتها ولعبت معك كل الوقت وبعدين اجت لعنا لهون؟ أري تعال قلبي، لا تخاف،
خالة سلطانة، شو صار يا ترى؟ بيكونوا خبروا مراد؟ إن شاء الله يكون مش الحال. وأخيراً حفيدي الغالي رح يعرف أمه الحقيقية. ما بتعرفي بجوز كمان ترجع لعمران؟ سوزان لا تقولي إياه، بنتي كل مشاكلها من وراء عيلة يروقان أصلاً، بس تبعد عنهم وقتها بترتاح. بس لا تنسي شغلة خالة سلطانة، هن بيحبوا بعض كمان. إيه؟ كل شي صار من وراء الحب والحكي الفاضي. شوفي أحلى من الحب بهالدنيا. برأيي رفيف لساتها بتحبه لعمران، صحيح في مشاكل بس واثقة إنه هن لسه بيحبوا بعض. أنا بحس هالشي على رفيف من تصرفاتها، وبكرة بتشوفي رح يجي يوم يتصلح كل شي بيناتهم ويرجعوا لبعض. روحي من خلقتي انتي التانية. آسفة محمود بيك. عمران طمني، قلت له انه انا بكون امه؟ ايه، قلنا له انه انتي اللي جبتيه عالدنيا. طيب شو قال؟ زعل شي؟ ايه طبيعي، يعني انزعج شوي بالاول، بس المعالجة قالت لي إنه هذا شيء طبيعي، يعني كل الأمور منيحة. جاهزة؟ إيه جاهزة، أنا جاهزة. وهلا شو بدنا نعمل؟ لا تتوتري تعي. Hani eski zaman masalları anlatır üzünümü huzura dolar. Murat şuf minir. ما بدك تقوم تسلي. يلا حبيبي. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Merhaba. Ama bildi ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Mama ve baba arıyor ki sen de emmi kemen. Annem annem. Ana اليوم صرت ام عمران. صح. Sözlerin hep yüreğimde. Annem annem gel üzülme. Ben hala senin dizlerinde. جيبوني بسرعة، جيبوني اياه. عمران مراد انخطف. مين بيكون خطف ابني؟ عمران انا ما فيني اعيش بلا ابني. خلكم لهولي ابني، انا ما فيني اعيش بلا. uzayan sohbet gecelerinde rolleri unutur dost oluruz. Bizi bağlayan bu kan değil yalnız. Annem biz birbirimize kalanız. Ben kararlı uçarken yolumda, sen çatık kaşlarının altında. Her yeni güne sevgiyle başlarsın. Annem sen benim yanıma kalansın. ايه صح، انا كمان امك.
وانت بتكون كل شي عندي. يعني انت اللي جبتيني على الدنيا؟ انا اللي جبتك، عطيتك من روحي، انت كل شي بحياتي، انت عمري يا روحي، انت وعمري كله. يلا تعال شوف، تعال قلبي، بعدك ما رح نفترق أبدا، رح نضلنا سوا على طول. خلي بابا يجي كمان. بابا أنت كمان تعال. تعال مراد، انت صرت شب هلا بلا ما نتعب ماما. يلا تعال يا بطل. وين ماما؟ مراد انا بدي ماما ديما كمان. قولوا لي وين ماما؟ مراد حبيبي أنا هون. ماما مراد حبيبي أنا هون، لا تخاف، هالموقف متوقع. ماما ممكن تقري الحكاية لو سمحتي؟ يا روحي طبعا، منفوت لجوا؟ ايه ماشي. لا تفوت يا رفيف. شو عمل مراد يا ترى؟ قلتك رح يتقبلها لرفيف؟ يا رب دخيل اسمك ما تخلي بنتي يحترق قلبها على ابنها. خالتي ليش متشائمه لهالدرجه؟ ما بدها، ان شاء الله ما رح يصير الا كل خير. انت ارتاحي وطمني قلبك. يا حبيبتي انت وقت تصيري ام رح تفهميني. محلولة، إذا اليوم مراد ما عرف الحقيقة أكيد رح يعرفها بعدين. إيه إن شاء الله. تعرفي الحكي اللي قلتيلي إياه من شوي خوفني كتير يا سوزان. شو قصدك؟ ما فهمت. مو أنتي قلتي إنه رفيف لسه بتحب عمران؟ خايفة هلأ تصير تفكر فيه. نحن مو ناقصنا مشاكل بنوب، والله يلي فينا مكفينا. ما تحكي بالموضوع بلا ما يسمعك محمود، هذا واحد مجنون، ما بتعرفي شو ممكن يعمل. خلص اتفقنا هالاسبوع منروح المباراة سوا. ايه منيح. طيب يلا انا برجع بحكي معك. ماشي باي. محمود شبك اهدى بقى، بس كون معصب، لا تحاكيني وتقلي اهدى. انا من الاول قلت لك انه الامور ما رح تكون لصالحك، بس انت ما بترد. خلصنا من اليوم ورايح ما حدا يدخل بهالموضوع، ما بدي اسمع ولا كلمه. ايه تصطفل، خلص اعمل شو ما بدك. شو جايني من كل هالقصة؟ بتجاوب وشي ولك نلع لبرا. اوف يا الله، ليش هيك صار؟ ما عم بفهم ابنه، بالاول كان كل شيء منيح، شو صار له بعدين؟ انا ما فهمت.
روقي، ردة فعله كتير طبيعية، اهدي شوي، بده وقت ليتعود على الوضع الجديد. بدي منك ما تتوتري، لازم تكوني قوية مشان مراد يقدر يثق فيكي، هذا أهم شي حتى يتقرب من حضرتك، والأهم إنه يشوفكن سوا هالفترة، يعني لازم يحسك من العيلة. لهيك لازم أنتوا الثلاثة تقضوا وقت سوا، لأنه هالشي بيخليه يتقبل الوضع بسرعة أكتر. بكل فرصة بتصح لكم حاولوا أنكم تجتمعوا سوا. يلا حبيبي اقعد هون، إذا كنت ولد عاقل رح أقرأ لك قصة كتير حلوة، ماشي؟ ديما شو صاير لأيديك؟ ولا شي، كسرت كاسي وانجرحت شوي. بس عم تنزف كتير، لازمها تنظيف وتعقيم. ما في لزوم. ما بيصير ديما، أكيد رح يخاف مراد إذا شافها. يلا روحي خلي البنات يعقموها. شو بكونوا حكوا يا ترى؟ شفتوا لمراد راكد لعند ديما؟ رفيف بتكون انقهرت. عشو عم تطلعي انتي وياها؟ ولا شي، بدل ما تعدوا تراقبوا خلصوا الاكل. نحن عم نشتغل شغلنا ديما خانم، ليش شو هالحكي؟ عواد ما تجاوبيني خليكي بشغلك. شو صاير لايدك؟ ولا شي، اعطيني شاش طبي. كيف ما في شي؟ ليكي كيف عم تنسى؟ قلتلك ما في شي. غصون غصون بتلاقي هنيك عدة الإسعاف، خلينا نعقم للجرح ونسكره. شكراً على كل شيء، يسلموا. العفو، هذا واجبي. وبعد مصاري بالإذن منكم يدور على أكل وما يلاقي قرر يترك الغابة ويدور على مكان أحسن. نعم مراد. إيه رح يخفى. وين ديما؟ مجروحة إيدها شوي، والبنات عم بيعقموا لها بالمطبخ. كنا أخذناها على المشفى، يعني بدها تقطيب؟ لا يعني مو لهالدرجة، البنات عم بيضمدوها. مراد البطل. بابا تعال عندي، تعال. هوبا بابا حبيبي. أنا هون جنبك حبيبي. رح تنيمه أنت؟ رفيف كمان رح تكون معنا، هيك نصحتنا ياسمين خانو. خبري ديما. طيب يلا حبيبي خلينا نطلع لفوق. أوبا. ديري بالك غصون شبك. عفوا. انت قصدك عم تشدي عليها. اسفه بس ما قصدت، بعتذر. بعدي هيك. هي بدون ما تكون معصبة ما بينحكى معها، فكيف وهي معصبة؟ مو وقته هالحكي، بتسمعيك. رجعيها الغراض. نام مراد؟ رفيف وعمران طلعوا لفوق مع مراد مشان ينيموا، طبعاً المعالجة هيك نصحتهم. طيب وانتو ليش ما خبرتوني؟ عمران قال لي خبري ديما وقت تجي من المطبخ. والله عذب حاله. ليكي ديما، مراد كان رح يخفى على الكنباية مشان هيك أخدوا لينا. فهمت. شوفي هلا شو بدك؟ عمران ورفيف ومراد مع بعض فوق بالغرفة، العائلة السعيدة مجتمعة، شكلها رفيف بدها ابنها وعمران سوا. ديما أنت عن جد حقيرة. فكرة رح صدقك؟ لا عاد تقلي.
إن شاء الله عمرك. مراد حبيبي، شو رأيك هلا أحكي لك قصة؟ موافق، بس بشرط مثل قصص بابا، يعني مو من الكتب. كيف يعني؟ شو هالقصص اللي ما في منهم بالكتب؟ بابا، بتتذكر قصة أمير الغابة؟ اللي كان عم يدور على الأميرة الضايعة الحلوة؟ كان يسحب سيفه وبوش الأعداء يلي يطلعوا له، كان يقدر يقتلهم كلهم. بس أنا ما بعرف هالقصة يا روحي، بيمشي الحال إذا حكيت لك غير وحدة؟ موافق. دخيلة لويش، بيوم من الأيام كان في ضيعة بعيدة، وكان في عائلة صغيرة عايشين هنيك، أب وأم وعندهم بنت كتير حلوة. في مرة إجت لعندهم الساحرة وأخدت بنتهم بالقوة. البنت كبرت مع الوقت، والساحرة لأنها خافت إنه البنت الحلوة تهرب قامت حبستها بقلعة عالية كتير بالغابة، ولما كان بدها تشوفها كانت تتعربش وتطلع على شعراتها الطوال. بعدين بيوم من الأيام الأمير سمع صوت البنت وصار عنده فضول، قام تسلق جدار القلعة، شاف البنت الحلوة وحبها كتير، وبعدين اتجوزها وأنقذها من الساحرة. النهايات السعيدة موجودة بس بالقصص. إن شاء الله حياتك يا عمري تكون حلوة على طول، وتكون سعيد لآخر عمرك يا ملاكي. تقبر قلبي. وأخيرا بحبك كتير يا روحي، أنت بحبك. بتذكر هداك اليوم عمران، وقت كان مراد مخطوف ولقى ولد متوفي وقتها، قلت لك خدني لأتأكد. أنا أمه وحافظة كل نقطة فيه. عشنا الوجع والفرح كمان، اتفقنا نعيش سوا على الحلوة والمرة. رفيف، أنا حابب نرجع مثل قبل، بس احكي لي شو اللي صار. يعني ما بدك تحكي؟ شو بدك أحكي عمران؟ من وين بدي بلش؟ أحكي لك قديش تعذبت بكل لحظة كنت بعيدة عن ابني؟ ولا قديش كنت عم بنقهر وأتوجع من اللي صار معي؟ كل شي مر علي ورضيت فيه كان بس حتى أشوف هذا اليوم. كان كل أملي إني أرجع ألمس ابني وضمه لقلبي. من وين بدي بلش؟ أنت ما كنت مجبورة تعيشي كل هاد، كان هذا قدري. نهايات القصص مو كلها سعيدة. أنا صار لازم أمشي. ياسمين خانم قالت لما يفيق مراد لازم يشوف ديما قاعدة جنبه مو أنا. عمران ما عليه شي بس يفيق تبوسه. مع السلامة.
يعني هلأ أنا عندي أمين تنتين؟ إيه مراد حبيبي؟ رفقاتي عندهم أم واحدة بس أنا عندي أمين تنتين. إيه مراد؟ بابا قال شي للخالة؟ قال إنه رح يعطيك إلى شي؟ لو حكى هيك شي رح تخبرني ما هيك حبيبي؟ إيه بقلك إذا أنت تركتني ورحت مراد رح أزعل ورح أبكي كتير. ما بتركك، لا تبكي ماما. شفتي؟ أنا قلت لك من الأول هذا عمران أكيد رح يزعل رفيف من وقت ما رجعت حبسة حالة بأوضتها. بعرف، بس برأيي خليها لحالة، يعني إذا ضغطنا عليها ما رح نستفيد. محمود خالتي، هذا عمران مستحيل يلعب بعقل رفيف، ما هيك؟ شو هالحكي؟ لا تفكر هيك أبدا، أصلا بنتي رفيف كل همه هو مراده بس. إن شاء الله يكون هيك، إن شاء الله. لك ما بده يعني ضل مع ابني لحالنا، مو معقول. عن جد ما عم بفهم ليش نحن وطالعين على غرفة مراد قال لمريم رفيف طالعت نايمه. خبري ديما بهالشي. ايه عادي، شو فيها؟ انتي عم تبالغي كتير، مو ملاحظة؟ انا عم بالغ سوزان؟ مراد ابني وانا طبيعي يكون معه وشوفه بدون ما تتدخل ديما بنوب. رفيف، عمران تصرف بطريقة كتير عادية، انتي لانك غيرتي وعصبتي عم تحكي هيك. لك سوزان كرمال الله لا تبلشي تنظير. اوف، رفيف اهدي واسمعيني. شو يعمل الزلمة اكتر؟ هو واقع بين نارين، عم يعمل كل يلي بيطلع بايده. يعني بالاول قالك تعي شوفي ابنك، ومو بس هيك، حتى انه استشار اخصائية وخبروا لمراد إنك أنتي أمه. لو ما بيحبك بيعملها؟ إيه بس يعني بيكفي خلاص، بعد هالشغلات المنيحة جايت قليلي ديما وما بعرف شو شبكي. كبري عقلك. أنا ضايعة سوزان، ما بعرف شو ساوي. حاجتك عناد، احكي وصارحي. لك لو حكيته شو رح يصير؟ الشغلة منتهية، عمران متزوج من ديما، الوضع ما له حل. أنتي كمان متزوجة من محمود، هلأ معتبرة هذا زواج؟ أنا زواجي على الورق بس. يمكن كمان هو مثلك، إذا ما حكيت وتناقشت ما رح تعرفي شي. اوعى تنسى مثل ما اتفقنا، ما بتقلب وشك منوب، نحن رح نتصرف كأنه ما في أي شي. ماشي؟ ماشي، شكراً. ماشي يلا. مساء الخير، صحتين وهنا. ايه كيف كان لقاء الأم مع ابنها؟ كيف رح يكون؟ من وقت ما راحت رفيف خانهم لألا مراد ما وقفت أسئلته أبداً. رح يجننوا للولد. مريم من شوي طالعته على قوته وعم تحاول تهديه وتنيمه. عن جد كتير صعبة، مسكين مراد. ايه صعبة كتير. صحتين وهنا. مرحبا يا حلوة، أميرتي. مراد ومريم وينهم؟ مراد متوتر شوي، مريم طلعت معه على الغرفة نايمه. ماشي، أنا رح شوفه وأرجع. ليش عم تزوروني هيك أنتو الجوز؟ لكون أنا اللي عملت هيك بالولد. ما في شي. بشو عم تفكري؟ قررتي تحكي مع عمران؟ عن جد أنتي وحدة عنيدة كتير. أنتي غلطتي لما عملتي هالتمثيلية مع محمود،
هو قنعك إنه هالشي لصالحك، بس الموضوع مو هيك، بالعكس رح تتعبي وتنقهري كتير. مفكرة ما بعرف هالشي كله سوزان؟ بعرفه. إيه؟ ليش ساكتة وموافقة لهلأ؟ روحي احكي مع عمران إنه ديما ورا كل شي، ربوا ابنكن مراد مع بعضكن. خلص أنا طالعة. آه، من وقت ما رجعتي لهلأ محمود عم ينقلق إنك ما طلعتي من أوضتك، كرمال الله طلعي وريحينا من نقه. شو يعمل الزلمة أكتر؟ هو واقع بين نارين، عم يعمل كل يلي بيطلع بإيده. يعني بالأول قال لك تعي شوفي ابنك، ومو بس هيك، حتى أنه استشار أخصائية وخبره لمراد أنك أنتي أمه. لو ما بيحبك بيعملها؟ جلنار خانم، صار فيكي تطلعي إنجي على أوضتها. حاضر يا خانم. يلا إنجي حبيبتي تعي. مريم طلعي شوفي أخوكي بده يرجع ينزل على العشاء ولا لا؟ أنا رح شوفه اطمن على مراد. أبوه معه ديما حبيبتي. برأيي نتركن لحالن، عمران بيعرف كيف يهدي. تركيهم بنتي بلا ما تسمعي شي كلمة من عمران هلأ. كانت ضرورية مراسم التعارف؟ مو أحسن ما الولد يضل عايش بكذبة طول عمره؟ عمل زينة العقل، حلال عليه. بابا، تتذكر الشركة اللي حكيت معهم مشان التغليف؟ ايه. بعتولك وقتها معلومات عن عروضهم؟ ايه بتذكر بعتولي. ليش؟ ما في شي، مجرد سؤال. بالمناسبة مديرتنا الجديدة شرفت على الشركة اليوم، وبكرة رح تشارك بالاجتماع لنشوف شو رح تحكي. ليش مو محمود هو الشريك؟ لا رفيف، يعني زينب خانو. هلأ بلا مزح. ليش شو إلها شغل بالشركة يعني؟ لحظة، ما عندكن خبر بالموضوع؟ من وين بدنا نعرف بنتي؟ بما أنه أبوكي بحالة اكتئاب عم نسمع الأخبار منك. اسمعوا حكي وتذكروا، هاي المخلوقة رح ترجع تنزعنا حياتنا، وبتقولوا إنه نعمة قالت. بس لو تشوفوها شو شايفة حالها، كأنه كل حياتها سيدة أعمال. لقوا طلبت اجتماع كمان، والله شي بجاكر. بعدك ما رح نفترق أبدا، رح نضلنا سوا على طول. بيوم من الأيام الأمير سمع صوت البنت وصار عنده فضول، قام تسلق جدار القلعة.
شاف البنت الحلوة وحبها كتير، وبعدين اتجوزها وانقذها من الساحرة. النهايات السعيدة موجودة بس بالقصص. إن شاء الله حياتك يا عمري تكون حلوة على طول، وتكون سعيد لآخر عمرك يا ملاكي. تقبر قلبي. عمرها ما عم صدق، أنا كتير مبسوطة، شكراً كتير. بترجاكي رفيف، بترجاكي هدي أعصابك واحكي لي شو اللي صار معك هنيك. يلا لو سمحتي. معي هذا الاجتماع مهم كتير بالنسبة إلي، بدي كل التفاصيل تكون جاهزة قبل ما أصل. تمام، شوفك بالشركة. يا بنتي الله يوفقك بشغلك. إن شاء الله. أنتي بتستاهلي كل خير رفيف. طيب يلا روحي، رح تتأخري. تعرفي أنا لسه معي شوية وقت، عم فكر روح على القصر قبل ما أطلع على الشركة. حابة أشوف مراد، يقبر قلبي كتير اشتقت له. بكره فيك تروحي لعند مراد يا بنتي، امبارح رحتي ورجعتي متضايقه كتير. ما تخافي يا حبيبتي، اصلا اذا ما شفت مراد رح اكون مزعوجه. مثل ما بدك. رح تتصلي بعمران؟ ايه. شو رح تقولي له؟ ما فهمت. لا تعملي حالك ما فهمتي رفيف، عم اسألك اذا رح تحكي له كل اللي جواتك. حبيب قلبي صباح الخير عمران. شو الموضوع؟ قولي لي. شو بدي اقول لك عمران، أنا هلأ عندي وقت فراغ، قلت بيجي وبشوف مراد، واتصلت مشان أسألك إذا كنتوا فاضين وإذا ممكن إجي هلأ. مراد نايم هلأ، ما نام مبارح لأنه. إذا بتحبي تعي بعدين. خير شو بو مراد؟ سلامة قلبه، هو مريض؟ لا مو مريض، كل القصة أنه عم يحاول يتعود على الوضع الجديد. أوف، ليكون زعل أو مثلا ما تقبل الفكرة. يا الله شو بدي ساوي يا عمران؟ رفيف اهدي شوي، رح يتأقلم بس بده وقت. أنا بس بدي مراد يكون منيح وما بدي شي تاني بنوب. أكيد رح يكون منيح، بس أنتي لا تخافي. إن شاء الله. ممكن تبوسه بدالي؟ طيب. هاي بستو. ارتحتي هلا؟ شكراً لك. العفو. بشوفك. بشوفك أكيد. ماشي. بخاطرك. انتبهي على حالك. بشوفك. الله يعينك على هالأم، شو عنيدة يا ابني. رح تجنني. شو نعمل معه؟
لساتك بتحبي عمران من كل قلبك؟ لا ابنوب ما في هيك شيء، من وين بتجيبي حكيك؟ والله مو من عندي عم جيبه. انتي اتطلعي ورح تفهمي. اف ما شفت شي بنوب. خلاص روحي احكي مع عمران، هو كمان بيحبك. عم تظلموا بعضكن على الفاضي، يعني انتو الاثنين بتحبوا بعض، واذا ما بدك تفتح السيره تقربي منه يمكن هو عنده كلام يقلك اياه.